قصفت طائرات النظام اليوم الخميس الطريق الرئيسي في بلدة تلمنس شرقي مدينة معرة النعمان بريف إدلب، وأفاد مراسلنا إلى أن القصف أسفر عن وقوع عشرات الضحايا وجرحى من المدنيين، إضافة لدمار كبير في المحلات التجارية. في صباح اليوم قام طيران الحرب طبعا التابع لقوات الأسد بشن غارتين جويتين على بلدة تلمنس في ريف المعرة الشرقي. طبعا الاماكن المستهدفه اللي شنها الطيران هي اماكن اكبر تجمع سكني في البلده، يحوي العديد من المدنيين والنازحين من قرى وبلدات جبل الزاويه وغيرها. طبعا اسفرت الغارات عن استشهاد قرابه 13 شهيد وقرابه 15 جريحا. طبعا معظم الشهداء بيناتهم في 3 أو 4 شهداء اطفال، وفي مراه، في عده، في الباقي رجال، وفي بعضهم مجهولي الهوي. ايضا قصفت طيران الحرب الروسي قصف مدينه سرمدة في ريف ادلب الشمالي، هذا واعلنت مديريه صحه ادلب انها اوقفت العمل في مركز الطبقي المحوري الوحيد في المحافظه نتيجه القصف الجوي المتجدد على مبنى المديريه والمستشفى الملاصق لها في ادلب. وللحديث عن الاوضاع في ادلب وريفها معنا من هناك مراسلنا محمد دغيم. أهلا بك محمد، بداية ضعنا في صورة القصف الذي تعرضت له تلمنس وسرمدة ومدينة إدلب لهذا اليوم. نعم، في البداية اليوم تعرضت مدينة تلمنس في ريف معرة النعمان الشرقي لغارتين جويتين على وسط هذه البلدة، حيث استهدفت إحدى الغارات إحدى الطرق الرئيسية التي تعتبر شريان حياة لأهالي بلدة المنس وطريق عبور للمسافرين وإلى المحافظات الجنوبي والشمالي. نتج عن هذا القصف استشهاد ما يقرب 15 شخص بينهم طفلان وجرح عدد آخر من المواطنين الموجودين في هذا المكان. أيضا نتج عن هذا القصف دمار هائل في المباني في المحلات التجارية والمباني السكنية القريبة على مكان القصف. في الحقيقة اليوم يعتبر يوم دامي بالنسبة لمحافظة إدلب، فقد تعرضت عدة قرى ومدن وبلدات في محافظة إدلب لقصف عنيف في طيران الحرب، إن كان الطيران الحربي السوري أو الروسي. منذ قليل تم استهداف مدينة سرمدة بثلاث صواريخ جوية من طيارة روسية. نتج عن هذا حتى اللحظة 3 شهداء، حيث استهدفت مدينة سرمدة وسط سوق رئيسي في مدينة سرمدة. وتعتبر مدينة سرمدة، الكل يعرف أن مدينة سرمدة تكتظ بعدد كبير من النازحين والتجار. حتى اللحظة 3 شهداء، لا نعرف إن كان سيكون هناك شهداء أكثر لأن القصف يكون قليل. هل عدد الجرحى كبير في مدينة سرمدة؟ حتى اللحظة الصورة لم تكتمل لدينا لأن الغارة منذ أقل من ربع ساعة، لكن أقول أن القصف استهدف وسط مدينة سرمدة في 3 مناطق متفرقة، 3 صواريخ. المنطقة التي استهدفت مكتظة بالسكان، حتى الآن لا يوجد حصيلة واضحة بالنسبة لعدد الشهداء أو الجرحى، لكن حتى الآن هناك 3 شهداء. طيب محمد، ماذا عن الوضع الطبي في مدينة إدلب، وخاصة بعد تعليق مديرية الصحة العمل في المركز الطبقي المحوري؟ في الحقيقة مدينة إدلب تعرضت في اليومين الماضيين لقصف عنيف تركز على وسط المدينة، ما أدى إلى إعلان مديرية صحة إدلب حالة الطوارئ في مدينة إدلب، و إعلان أن المشافي الميدانية لم تعد تستقبل المشافي في مدينة إدلب لم تعد تستقبل الجرحى نتيجة القصف المكثف على هذه المدينة. جهاز الطبق المحوري الوحيد في هذه المدينة تم استهدافه وخرج عن الخدمة بإعلان من مديرية الصحة في مدينة. طيب ماذا عن الأوضاع المدنيين في مدينة إدلب؟ وردنا أن هناك موجة نزوح كبيرة عن المدينة. نعم، الشهر الماضي تعرضت مدينة إدلب كما نذكر لهجمة شرسة من الطيران الحربي. اليوم تعود هذه الحملة على هذه المدينة، ليس أمام المواطنين إلا النزوح خارج هذه المدينة، وعدد سكان مدينة إدلب عدد كبير جدا يفوق 250,000 نسمة أو 300,000 نسمة. يتوزع النازحون على الحقول والبلدات المحيطة بمدينة إدلب.
شكرا. والوضع الإنساني بشكل عام حول المدينة وضع مأساوي جدا نتيجة العدد الهائل من النازحين. شكرا جزيلا لك من إدلب مراسل حلب اليوم محمد دغيم.